السلام عليكم، كيفكم؟ طيبين؟ هناك الغزالة رايقة، هنا لا، حمامة رايقة. اليوم حنعمل إن شاء الله حمام في قدر الضغط الكهربائي إديسون من سيف جاليري. بعدين حناخد المرقة ونعمل فيها رز. نروح على المكونات وطريقة التحضير، خلوكم معايا. هذا عندنا القدر، وهنا حنزل الزيت وحنزل عليه البصل. الآن حنزل عليه الحمام. وحنخليه ايش يتحمر وحنشوف كيف بعد شوي. شوفوا كيف اتحمر معانا. الان حضيف عليه بهارات كاملة. شوفوا، شايفين؟ ولا احلى. يلا ننزل البهارات مع بعض. عندي هنا باذنجان، كزبرة ناشفة، فلفل أسود، البهارات كلها حط عشان بعدين حصف في المرقة، قرنفل، وهذا الهيل، وعندي ورق غار، وعودين قرفة، وهذا التوم فصوص، وهذا الليمون الناشف، وحنزل عليه الطماطم، ونقلب كل شيء مع بعض. طبعا الطماطم ومعجون الطماطم لاني ابغى الرز كذا يكون لونه على حمار كذا. حتى شوفوا لسه يعني الحمام كمان حيتحمر زياده، فانتبهوا تنزلوا البهارات قبل لا يوصل تحمير كثير. خلاص كذا هنزل معجون الطماطم وحنقلب. شوفوا درجة التحمير، ولا يحتاج فرن أو قلاية، شايفين؟ كل الحمام صار زي كذا. الآن حضيف الموية وحنكتم القدر، حنقفل وحنضغط وحنشوف. حنضغط طبعا على الدجاج 13 دقيقة وخلاص، وبعدها حنصفي المرقة وننزل الرز، وبرضو حنضغط على رز ياخذ معنا تقريبا 12 دقيقة. دجاج، قفلنا القدر، ودحين من يوم ما يضغط مباشرة خلاص حيبدأ ينقص الوقت معانا، ونشوف إن شاء الله بعد 13 دقيقة الحمام. طيب شوفوا الآن حنفتح ما شاء الله تبارك الله. طيب هنصفي المرقة هذه وحننزل عليها الرز. طيب شوفوا كده صفينا كل البهارات والأشياء اللي كنا حاطينها مع الحمام. الحين حنزل الرز. عندي 3 كاسات رز مانجو. شايفين كده رمينا الرز ووزننا الموية، ونحط الفلفل وحنكتم ونضغط على الرز.
شايفين الرز؟ ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. شايفين حبة الرز كيف؟ نغرف ونشوف مع بعض.